من منا لا يستذكر هذه المشاهد، حكاية عائلة تفاعل معها الجميع في قصة تحكي معاناة أم أملها الوحيدة إجراء عملية جراحية لتشوه في حلق ابنها ليكون لها ذلك بعد بث ندائها. اليوم محمد أجريت له العملية الجراحية. Le diagnostic تاعها c'est une fente velopalatine. داهم شارج دكتور حفصي ماكسيلوفاسيال عندنا هنا في دكتور بنزرجب، والعمليه فاتت بنجاح الحمد لله. الولد تاني راه مليح. حنا راقبنا هذا محمد اللي هذا راه تما راه خونا دوك راه تاعنا راه من دروك راه مش راه في الشبكه الجزائريه لحقوق الانسان. دينا تبنينا هاد لوكا بكل سهوله تاع الطبيبه هنا راه الفيان دو كونفيرمي الفيان دو نو كونفيرمي كو هاد لوبيراسيون اللي غتنقام افيك دي مليون دورو هنايا افيك دي انسترومون سامبل دي سامبل. حنا نتمنوا هاد الصوره، حنا الميساج اللي نوصلوه، حنا اولا بعد ما شكرنا لقناه النهار على الميساج اللي وصلته لنا، ونشكروا الطبيب حفصي ثاني جزيل الشكر اللي هو اللي دار العمليه الطبيب حفصي. ورانا اشاك فوا رانا نسمعوا دي دون في هذا بنزرجب بلغري كونجو نورو شيرا كاين طبيب صنع طابله اللي تنقام هنا في بنزرجب. الهبه التضامنيه الكبيره مست حاله محمد، فتحركت الجمعيات الخيريه بالتنسيق مع مستشفى الدكتور بنزرجب بولايه عين تيموشنت لتنهي معاناه الطفل. لا هادو خوتي رفدوني هادي في التليفون تعيط لي تسقسيني مرخصه خاصك شخاصك قلت لها ما خاصني والو. ايه ولدي ينجح لي، اول نجح لي ولدي يولي جدارمي يخدم عليا. جدارمي يولي جدار شدو تريسينتي كي كان يدير ان شاء الله ولدي هو يدير لي المستقبل تاعي. وجابت لي نتيجة حق الشاشة، وغادي نقول لكم شكون سهر عليا تاني فيه با فيه خويا عبد الصامد. شندير لا يسطره ولا يغنيه، والطبيب تاني جا في الليل عراه كلشي. شنقول للطبيب عطيك حاجة كما حجيت لولدي عطيك حاجة ولا يفرح لك بولادك. فرحة امتزجت بدموع لم تستطع والدة محمد إخفاءها، فشفاء ابنها كان أكبر همها. اليوم بفضل تضامن وتكافل الجزائريين ينجلي وتستعد هي وطفلها حياتهما الطبيعية. والله